فإذا كنا آخر إشي نحكي عن طريقة الإنسيرت بالباينري سيرش تري. فشفنا إنه أهم إشي بالباينري سيرش تري هو الإنسيرت، إنه الإنسيرت هو اللي بحافظ لي على البروبريتي تبعت الباينري سيرش تري. وشو هي البروبريتي بالباينري سيرش تري؟ أول إشي لازم الإنسيرت يمنع إنه يصير في دوبليكيشن، إذا هو يعني بضيف لقي إنه الداتا هاي موجودة يقول له ما بصير تضيفها. والشغلة الثانية لازم يلاقي لها المكان المناسب بحيث تحافظ على خاصية إنه أي إليمنت لازم يكون أكبر من أي إشي على يساره وأصغر من أي إشي. هاي الخاصية المهمة بالباينري سيرش تري اللي راح نشوف راح تسهل لي عملية السيرش. الهدف منها كله إنها تسهل عملية السيرش. فمشان هيك أنا بقترح كمان الآن قبل لا نرجع برضو للسلايدات بالأول بتشرح البرينت، بقترح نروح للسيرش نشوف كيف هذا الانسيرت. يعني الآن فهمنا كيف نضيف هاي التري اللي موجودة أمامنا، وشفنا كيف الخمسطعش انضافت هون في النهاية. تمام، فأفرض الخمسطعش موجودة عندي هون، الآن نفرض بدي أعمل عملية سيرش، بدي أجي أدور على إليمنت. مشان أجي أدور على إليمنت نشوف إيش بدنا نعمل. رح أستخدم نفس طريقة الإنسيرت. فمثلاً خلينا ندور على إيش ندور على إليمنت مش موجود. خلينا ندور عشان نشوف اني انا حتى وهو مش موجود مش راح اضطر اني امشي على كل الاليمنتس. فندور على الثلاثين. تمام، ندور على الثلاثين نشوفها موجوده بهاي التري ولا مش موجوده. فايش باجي بعمل؟ بالك حط نفس طريقه الانسيرت، تخيل زي كانك بدك تضيف الثلاثين، بس كل ما تيجي على مكان قبل لا تقول انت اكبر ولا اصغر مشان تقرر انك تمشي يسار ولا يمين، قول هل انت اللي بدور عليكي، مشان اذا توقف، اذا لا بتكمل لحد ما تلاقي نل. زي بس بالانسيرت كنت لحد ما تلاقي نل، بس بالانسيرت لما تلاقي نل شو بتعمل؟ بتضيف الداتا بمكان النل. هون لا، ما راح تضيف الداتا، اذا لقيت نل خلص بتقول لها مش، بتقول مش موجوده ما راح تضيفها. نشوف مع بعض. فباجي الثلاثين ببدأ من الروت، فباجي بقول انت الروت، هذا اول سؤال بسأله، فرجوا هاي اول شك عملتها، انت الروت رح يقول لها ايش؟ لا، لانه قال لا مش انت الروت، الان بده يقرر يمشي يمين ولا يسار. ايش رح يحكي؟ رح يحكي طيب انت اكبر من الروت ولا اصغر للثلاثين؟ انا اصغر من الروت، اذا لا، اذا بمشي، اذا انت مستحيل تكوني على يمينه، مستحيل. فهيك زي كأني ألغيت كل تري اللي على يمينه، أنت أكيد باليسار، فأنا بدي أمشي يسار لأنه 30 أصغر من 63، رح أمشي يسار. بلاقي بوجهه 47 بقول أنت اللي بدور عليكي؟ لا. فإيش بيجي بيحكي؟ بيقول 30 أصغر من 47 ولا أكبر؟ أصغر. برجع بحكي له أمشي يسار. بلاقي الست بوجهه بقول أنت اللي بدور عليكي؟ بقول لا. بيجي ايش بسأل؟ طيب بقول الثلاثين اكبر من الستة ولا اصغر من الستة؟ اكبر. شو بقول له امشي؟ بقول له امشي يمين. يلاقي بوجهه الخمسطعش بقول انت اللي بدور عليكي؟ لا. بقول الثلاثين اكبر من الخمسطعش ولا اصغر؟ اكبر من الخمسطعش. فبقول كمان امشي ايش؟ يمين. بس شو بيلاقي بيمين؟ وجهه نل. خلص بقرر انه not found، قرر انه الاليمنت مش موجود، بس دور ب 1 2 3 4 إليمنتس، ما اضطر يدور بكل الإليمنتس. وإذا بتلاحظوا السيرش رح نلاحظ إنه دائما بدور فقط بباث واحد بالأري. وأنا أدور بهذا الباث 63 47 6 15. بتدوير وبباث واحد بيقدر يقرر إذا الإليمنت موجود ولا لا.
خلينا ندور مثلا على إشي موجود، ندور على 84، إيش بيجي بيعمل؟ بيجي نفس الإشي، ها هاي 84 بيجي بيبدأ من الروت، بيقول أنت 84، بتقول له لا، بيقول طيب 84 أكبر منك إذا بدي أمشي يمين. بيجي على 71 بيقولها أنت 84 لا، بيقولها 84 أكبر منك، بيقول إذا بدي أمشي يمين. بيجي على 84 بيقول أنت 84، بيقول آه، بيقول فاوند، خلص. برضو مشي بكم باث؟ مشي بباث واحد. إذا بنلاحظ دائما السيرش بالباينري سيرش تري بيمشي بباث واحد. وبمحاضرة المرة اللي فاتت ركزت عليكم على موضوع، قلت لكم الباينري تري إلها ميزة إنه إذا بمشي بباث واحد بتكون الكمبلكسيتي عندي لوج ان للأساس اثنين. قلت لكم احفظوها رح نستفيد منها بالكمبلكسيتي. دائما قلنا إذا بمشي بباث واحد بالباينري تري دائما الكمبلكسيتي عندي لوج ان للأساس اثنين. وهون بالباينري سيرش تري اكتشفنا إنه الانسيرت والسيرش بمشوا بباث واحد، الكمبلكسيتي للانسيرت وللسيرش لوج ان بالباينري سيرش تري. تمام، هاي فكرة الانسيرت. الآن عرفنا الانسيرت وعرفنا السيرش بالباينري سيرش تري. ظل علي شغلتين، ظل كيف اعمل برينت وكيف اعمل ديليت. الديليت خليها للمره الجاي لانها شغلتها طويله. البرينت الان ما عندي مهرب، لازم امشي على كل الاليمنت، وانا اذا بدي اطبع لازم بدي اطبع كل الاليمنت، فبدي طريقه الان كيف امشي على كل الاليمنت. هذول الاليمنت مشكلتهم اذا مشيت يسار كيف بدي ارجع لليمين بعدين، بقدرش ارجع رجوع، واذا مشيت يمين كيف بدي ارجع لليسار، بدي طريقه بنفس اللحظه تشعبني يمين ويسار. عشان هيك حكينا راح نلجا للريكيرجن بالباينري سيرش تري. اوكي، فبدنا نشوف شو طرق البرنت كمان. لكن ممكن اول نعمل الكود تبع الانسيرت والكود تبع السيرش، انا بحكي بعدين بنروح للانسيرت. عفواً بعدين بنروح للبرنت. خلينا نشوف نفتح وايت بورد. نحط عند الأشياء الأساسية اللي عندنا بالكود. المرة اللي فاتت اتفقنا على إنه رح يكون عندي نود، هاي النود رح يكون فيها الانفو اللي هو مسميه كي. رح يكون عندي تو بوينترز، واحد بيأشر على الليفت نود وواحد بيأشر على الرايت نود. وبعديها رح ابني الكلاس باينري سيرش تري. هذا الباينري سيرش تري راح يكون في بابليك بارت كالعاده، وراح يكون في برايفت بارت. البرايفت اتفقنا راح يكون في فقط الروت، نود ستار روت عندي زي ما كان بالليست عندي الهيد. اما البابليك فراح يكون عندي اكيد في كونستراكتر لانه بنحكي عن لينكد ريبريزنتيشن، فاكيد في بي اس تي، واكيد في ديستراكتر. هاي ديستراكتر عشان راح نشوف انه الاشياء راح نعملها بنيو، الديستركتر بده يتاكد انها بتنحذف في النهايه. وغير الكونستركتر والديستركتر بده يكون في عندي الانسيرت زي ما سوينا قبل شوي، بدها تستقبل انتجر فاليو ويضيفها بالمكان المناسب. ما راح يكون عندي انواع من الانسيرت، بده يكون في عندي سيرش. السيرش راح يترجع لي بوينتر بيأشر على النود اللي فيها الانفو اللي بدور عليها، او برجع لي نل اذا ما لقيها. راح يكون في عندي برنت void برنت. راح تشوف انه البرنت فيه له اكثر من طريقه، بس احنا مبدئيا بنعمل الكي بوينتس عندنا، شو الشيء اللي لازم ينعمل. في عندي انسيرت وسيرش وبرنت. شو في شيء كمان ديليت، لازم يكون في عندي
ديليت. الديليت راح نلاحظ انها بدنا نعملها كابيتال دي، بسميها ديليت، برضو ما في الا ديليت واحده باي فاليو. الاصل يقول لي ديليت ويعطيني الفاليو، بدور عليها وبعدين بقرر كيف احذفها، انه حتكون في قصه بالديليت. لما احذف نود من وسط التري مين بده يجي مكانها، وكيف بدي اضل محافظ على خاصيه الباينري سيرش تري، فيعني بنجيها بعدين حكينا الديليت. بس هاي الاشياء بشكل عام اللي انا بحاجه لها تكون عندي بالكود. فلو اجينا نبدا مثلا، احنا حكينا بدنا نعمل الانسيرت والسيرش بدايه، بس خلينا نخلص من مثلا الكونستراكتر. فالكونستراكتر حكينا دائما احنا الكونستراكتر في العادي بنعمل معه بوليان از امبتي، يحكي لي اذا التري امبتي ولا لا. طيب فاذا اجيت بدي اعمل الكونستراكتر والمين، زي ما حكينا طبعا المين قبل شوي كتبت لكم مين المحاضره اللي قبليها، المين بيجي بعرف بي اس تي، بعرف اوبجكت منها، وبعدين ببلش يستخدم الفانكشنز بالطريقه اللي حكيناها، تي دوت زي تي دوت انسرت في 10 اند سو اون. الكونستراكتر بي اس تي كونستراكتر بس بده يعمل لي امبتي تري. فالامبتي تري كيف عرفناها؟ ان الروت تبعها بيكون على نل. هاي ببساطه الكونستراكتر. طيب بعديها البوليان از امبتي، بده يعمل ريتيرن اذا الروت ايكوال نل، هيك بعرف انها امبتي. طيب نخلص من الديستراكتر، عشان ما ننساهوش. ديستراكتر شو بدي اعمل بالديستراكتر؟ ديستراكتر اتفقنا انه دائما while not is empty، طالما في داتا عندي لازم يحذفها كلها. فما عندي function delete الا واحد بدي استدعيه delete، بس مشكلته بيستقبل فاليو. شو الفاليو اللي سويناها؟ مره سالكم هذا السؤال لما كنا ناخذ محاضرات بالجامعه. اذا الديليت بيستقبل فاليو ومضطر استدعيه بالديستراكتر، شو ببعث له؟ ما الي الا ابعث له الروت ارو انفو، هاي الفاليو. بروح بدور عليها بلاقيها هي الروت، بحذفها بكون جاب شيء مكانها. لما ناخذ الحذف بنشوف انه حيجيب داتا مكانها، ما بصير التري تضل بدون روت، حيجيب روت مكانها واحده من الاليمنتس الموجودين. برجع بقول انت امتي، لا مش امتي، برجع بقول احذف لي الروت اللي فيكي، برجع بجيب روت مكانه لحد ما تفضل تري. تمام؟ خلصنا من الاشياء الاساسيه الموجوده عندي هون. الان خلينا نيجي للانسيرت. في عندي void pst insert، بستقبل انتجر فاليو. طيب الانسيرت بدي اعمله بريكيرجن. تمام الانسيرت بدنا نعمله بريكيرجن. الان اذا الريكيرجن حكينا عشان اعمل شيء بريكيرجن بالكلاسز، كان اول شيء في شغلتين بدي اعمل، لازم اضيف بارامتر، لازم اضيف بارامتر اللي بده يتحكم بالريكيرجن، وهذا البارامتر بده يبدا من بدايه الداتا ستراكشر اللي هي عندي هون الروت، يعني بده يبدا من الروت. لازم اضيف بارامتر، مشان ابعث له الروت. طيب ليتر اون الان نجي هذا اضافه البارامتر، بس لازم يكون في عندي ميثود ثانيه اللي هي هاي مش مضيوف فيها البارامتر، مشان تستدعي الميثود الجديده.
طيب فتفرجوا هون شو بدي أعمل. إذا متذكرين أول خطوة بأي insert إذا كان عندي linked representation إني أبني النود، يعني إني أجي أقول له node star p تساوي new node، هاي أول خطوة. بعدين أعبي هاي النود، صح؟ يعني هيك أنا صار عندي نود وبيأشر عليها pointer اسمه ال p، وهاي النود مكونة من ثلاث أجزاء، صح؟ بدي أعبي الجزء الأول اللي هو الانفو، فبدي أجي أقول له ال p arrow info تساوي الفاليو اللي استقبلتها، فبحط الفاليو هون. الآن بظل عندي يسارها ويمينها، شو أحطهم؟ إذا متذكرين قبل شوي قلت لكم معلومة بالمحاضرة اللي قبل شوي، قلت لكم إنه دائماً النود اللي بضيفها بلحظة الإضافة بتكون ليف نود. شو يعني ليف نود؟ الليفت والرايت تبعونها نل. إذا بقدر يعني قبل لا أبدأ مباشرة أقول له الـ p arrow left تساوي الـ p arrow right وتساوي null. هذا متأكد منه 100%. هيك صارت عندي النود جاهزة إنها تنضاف على التري بالمكان المناسب، فبس بضل عملية إضافتها. عملية إضافتها على التري بدي أعملها بريكيرجن، فبدي بعديها بس أستدعي function ثاني برضو اسمه insert. هذا الفانكشن بدي أعمله بيستقبل نقطة البداية اللي هي الروت، وبيستقبل النود بوينتر بيأشر عن النود الجديدة اللي بدي أضيفها بالمكان المناسب اللي هي البي عندي، تمام؟ بدي أعمل هاي الميثود الآن، هاي بدي أعملها ريكيرسيف ميثود وتكون برايفت. ليش برايفت؟ لأنه البابليك ما بيستفيدوا منها، لأنها بدها تستقبل الروت والبابليك ما لهم أكسس على الروت. راح اعملها برايفت هاي الميثود، تكون بالبرايفت سيكشن اللي بتستقبل تو باراميترز، هذا اللي بيميزها عن هاي الميثود انها بتستقبل 1 باراميتر انتجر فاليو، هاي بتستقبل تو باراميترز اثنين من نوع نود ستار. الاول بده يبعث لها الروت، والثاني بده يبعث لها النود الجاهزه اللي بس بدها تنضاف على التري بالمكان المناسب. طيب فخلينا نعمل هاي الميثود، ممكن نعملها نعملها هون بس قبل لا أعملها تذكروا البروتوتايب تبعها راح يكون void est insert وبده يستقبل node star، خلينا الأولى نسميها r مثلا اللي هي بدها تستقبل الروت هاي، وفي عندي كمان نود ستار هاي بدي أسميها P اللي هي بدها تستقبل النود الجديدة اللي بيأشر عليها الـ P. بدنا نوسع هون التكست إديتر. طيب إذا الـ R بده ينبعث عليها الروت، والP بده ينبعث عليها البوينتر اللي بيأشر على النود الجديدة. طيب شو بدي أعمل الآن؟ كيف بدي أضيف؟ طبعا هذا لا تنسوا هذا البروتوتايب لازم ينضاف، حكينا ممكن نضيفه على جزء البرايفت، لازم ينضاف يعني somewhere هون تحت node star root بدي ينضاف البروتوتايب عشان يعني يكون معروف عندي أنا قاعد بعرف بإيش.
طيب هذا الانسيرت راح يكون في عندي بيس كيس وراح يكون في عندي ريكيرسيف كيس. طبعا راح يكون في عندي تو ريكيرسيف كيسز، واحده بتمشيني يسار وواحده بتمشيني يمين. هتفرجوا مش تو بيس كيسز تو ريكيرسيف كيسز، هيك دائما راح نلاقي بالتري دائما عندها تو ريكيرسيف كيسز بالاشياء الريكيرجن، لانه بدي ريكيرسيف كيس تمشيني يسار وريكيرسيف كيس تمشيني يمين مشان اقدر اني اقرر امشي يسار او يمين. مش زي الليست لما سوينا فيها ريكيرجن بالبرنت كانت بس عندها نيكست فسهل وضعها، اما بستدعي بستدعي نفسي على النيكست، اما بالتري بستدعي نفسي مره على اليسار ومره على اليمين. طيب البيس كيس بالانسيرت هي لحظة الإضافة. شو لحظة الإضافة؟ متى بضيف؟ قلنا لما ألاقي نل. مين البوينتر اللي قاعد بيدور اللي بده يبدأ من الروت ويدور على مكان الإضافة؟ الار ولا البي؟ الار، اتفقنا انه البي هو النود الجديدة. اذا بدي اجي اقول له بالبيس كيس اذا الار انت نل، اذا يعني بديت من الروت وصرت تدور على المكان المناسب للإضافة بعدين صرت تتحرك يمين ويسار بناء على الانفو اللي فيك وبعدين اصطدمت بنل، اذا وصلت عند النل هاي البيس كيس تبعتك. اذا وصلت عند النل فك حالك عن النل واشبك حالك على البي، على النود اللي بتأشر عليها البي. إلس اذا هاي البيس كيس عندي. إلس الان بدي اعمل ريكيرسيف كيسز لانه عندي تو ريكيرسيف كيسز، بدي احكي اف إلس. الان شو اللي بحدد لي امشي يمين وشو اللي بحدد لي امشي يسار؟ متفقين احنا عليه. وانا بدور مين البوينتر اللي بدور؟ ار. وانا بدور اذا الانفو اللي بالار اكبر ولا اصغر نقول مشان نمشي يسار ويمين حسب اللي بدي اضيفها. اذا دائما حكينا اسهل بقارن اللي بدي اضيفها باللي موجود. اللي بدي اضيفها هي البي، بدي احكي اذا الانفو تبعت البي كانت اصغر من الانفو تبعت الار، البي هي اللي بدي اضيفها، الار هي الموجوده. اذا اللي بدي اضيفها اصغر من الموجوده امشي يسار. كيف بمشي يسار؟ بستدعي نفسي بس بدل الار ببعث له الار ارو ليفت، بقول للار امشي يسار، ما هو الار اللي بمشي. اما البي ما بغير فيه، البي الاليمنت النود اللي بدي اضيفها بدها تضل بي. اوكي، إلس ما ضلش عندي الا انسيرت وبمشي الار على وين؟ على اليمين، والبي ما بغير فيها بضل زي ما هي. هذا كود الانسيرت سمبل، هو بس نكون فاهمين الريكيرجن. إذا عندي one base case و two recursive cases، واحدة بتمشيني يسار واحدة بتمشيني يمين. الإشي الوحيد الزيادة اللي راح تلاحظه بالسلايدات إنه بيضيف لك هون إشارة الأدرس على الآر بس ما بيضيفها على البي. بدنا نشوف ليش هاي إشارة الأدرس، يعني ما بدي أدخل بتفاصيلها، أخذتوها بالبروغرامينج الهدف منها تعمل call by reference. السؤال اللي ببساطة يعني من غير ما ندخل بتفاصيل كيف الادرس هاي هون ومش موجودة على البي، طريقة سهلة انك تعرف متى البوينت البراميتر لما يكون بوينتر متى تحط له اشارة الادرس ومتى زي هون ما تحط لهش اشارة الادرس. بتيجي تحكي هل هذا البوينتر اللي هو هون اسمه ار غيرت عليه بالكود؟ هل عملت عليه تعديل؟ شو طرق التعديل؟ التعديل اني احكي ار تساوي، هيك بعدل على الإشي. مش R equal equal، هاي ما بتعدل R equal equal، هاي بتقارن. أما شو اللي بتعدل زي هاي؟ R تساوي R equal، هاي assignment، هاي بتعدل. إذا كان خلال الكود هذا البوينتر يتم التعديل عليه لازم بالبرامتر تحط له إشارة الأدرس، غير هيك ما راح ينعكس التعديل. لما تعمل الانسيرت وتقول له اطبع ما راح يطبع لك ولا شيء، راح يقول راح يبين زي كانه ما ضاف لو انت مش حاط اشاره الادرس. لما تفرجوا البي ليش ما حطينا لها اشاره ادرس؟ داخل الكود كامل ما في اي شيء بيعدل على البي. شو يعني بيعدل على البي؟ يعني بي تساوي،
هاي مثلا الجملة ما بتعدل على البي، بتعدل على الار. هاي الجملة ما بتعدل على البي، هي بتاخذ اللي بالبي بتحطه بالار، فالتعديل صار على الار. عشان هيك إشارة الادرس هون انضافت فقط على الار وما انضافت على البي. اوكي، فبس هذا اللي بدي تعرفه. التفاصيل يعني الثانية ما فيش داعي لها، اما بس اني اشيك انه البوينتر احط له إشارة الادرس ولا لا، بس بالطريقة اللي حكيت لكم اياها. هل هذا البوينتر خلال الكود يتم التعديل عليه ولا لا؟ اذا يتم التعديل عليه حط له إشارة الادرس، ما يتم التعديل عليه ما تحط له إشارة الادرس. تمام، هذا بالنسبة للانسيرت. طيب نشوف السيرتش، شوف كيف نعمل كود للسيرتش. السيرتش ممكن نشوفه بالسلايدات. طيب الآن نرجع بالسلايدات رجوع، بس أول إشي طالما وصلنا للإنسيرت، السلايد اللي بعديها بحكي كود الإنسيرت اللي هو سويناه هون، بس شرح لكم كود الريكيرجن احنا سويناه كامل. اوكي، بعدين بيجي على الديليت. ديليت حكينا المرة الجاي مش رح نحكي عنها. فالآن نرجع رجوع، لما نرجع رجوع بيجي قبليها بيشرح الإنسيرت وبيشرح لك إنه الإنسيرت الكومبلكسيتي إله إيش، هو والسيرت الكومبلكسيتي إلهم لوج إن، بالرغم من انه الورست كيس هي ان، لكن احنا بنحكي عن ايش؟ بنحكي عن تري شكلها تري، بالانسد تري. اوكي، بنحكي عن تري شكلها تري حكينا، هاي اللي سميناها المره اللي فاتت تيبيكال كيس. اذا احنا بنعتمد هون التيبيكال كيس اللي هي لوج ان، ما بنحكي الكومبلكسيتي للسيرش او للانسيرت ان. اوكي، طيب فلما نرجع بعدين بحكي لي عن السيرش. احنا شرحنا السيرش بس ما حكيناش عن الكود تبعه، فخلينا نشوف الكود تبعه للسيرش. هو شبيه بكود الانسيرت، اكيد بده يكون شبيه بكود الانسيرت. هاي كود السيرش، طبعا هذا الكود نفس الاشي، هو كود الجزء الريكيرجن. بعدين بدك تعمل كود ثاني يستدعي هذا الكود، الان نعمله الكود اللي بيستدعي، بس مبدئيا خلينا على كود الريكيرجن. فكود الريكيرجن هاي زي ما احنا شايفين، من هون ممكن تضيف انت اسم الكلاس صح، تجي تحكي بي اس تي وتضيف النقطتين. اوكي، ما تنساهم مش هذول لما تكتب الكود. سيرش وهي نود ستار بي، هاي ايش البي؟ البي هي النود اللي بدور عليها، وراح نشوف ليش ما حط لها اشاره ادرس، لانه داخل الكود هون كامل ولا في اي شيء بعدل عليها. تمام، طيب فهاي البي هي الاشي اللي بيدور عليه، لا عفوا مش اللي بيدور عليه، هي زي الار قبل شوي، هي الاشي اللي بده يمشي لي على التري كامله ويصير يدور على الكي. هو بده يدور على الكي، على الفاليو هاي. اوكي، بيدور على هاي الفاليو. كيف راح يدور؟ اذا متذكرين السيرش قلنا بيكون لها مش بس تو ريكيرسيف كيسز، بيكون لها كمان تو بيس كيسز. أول بيس كيس هيها بالسيرج، شو بتعمل لي أول بيس كيس بالسيرج؟ إذا ما لقيه، كيف بعرف إنه ما لقيه؟ ظل الآر يفتل بها التري، يلف بالتري لحد ما لقي نل. إذا واجه نل، طبعاً إحنا النل بنعرف إنه بنقدر نكتبها نل زي هيك أو زيرو، ما بتفرق البوينترز. طيب فإذا لقي نل بقول له خلص معناته ما لقيتها، رجع لي نل أو زيرو. البيس كيس الثانية else if، إذا الفاليو اللي بدور عليها لقيها، يعني كيف لقيها؟ كانت تساوي الانفو للبي، ما هو البي هو اللي بلف بالتري، إذا وأنا بلف بالتري كانت الكي تساوي الانفو لهذا البي، معناته لقيتها، رجع لي البي اللي هو بوينتر بيأشر على هاي النود اللي فيها الانفو اللي أنا بدور عليها. هاي two base cases، ظل two recursive cases، واحدة تمشيني يسار وواحدة يمين. متى بمشي يسار؟ إذا اللي بدور عليها كانت أصغر من اللي بتلف، أصغر من البي أرو إنفو،
بقول له مشي يسار، كيف بمشي يسار؟ إذا بتلاحظوا الآن بيستدعي نفسه مع ريتير، مش زي قبل شوي. قبل شوي الانسيرت لأنه الريتيرن لها void، فلما استدعيت نفسي ما حطيت ريتيرن. أما هون لأنه السيرش بترجع نود ستار لازم يعمل ريتيرن لما يستدعي نفسه، فبيقول ريتيرن وبيحط اسمه، وبس بدل البي ببعث لها البي ار ليفت، بقول لها امشي يسار. أما الكي ما بتغير الإشي اللي بدور عليه، بضل كي. وآخر كيس بدها تمشي يمين على نفس الفاليو. واضح؟ كيف بدي أستدعي هذا الكود؟ لازم أعمل function search ثاني. مزبوط؟ لازم أجي أعمل node star PST search. هذا بس بيستقبل الفاليو اللي بدي أدور عليها، هذا اللي بده يكون بالببليك. هذا شو وظيفته؟ بس بيستدعي لي، يعني مباشرة بيعمل return للسيرش هاي. كيف بده يعمل return للسيرش هاي؟ بده يبعث لها مكان البي الروت، بده يبدأ يدور من الروت، ومكان الكي الفاليو اللي بدور عليها اللي هي هون عندي سميتها V، بده يبعث لها الفي. سكر وبسكر قوس الفونكشن. تمام، هاي ما ننسى نعملها خلال الكود. طيب هذا بالنسبة للسيرش. السيرش إذا بتلاحظ ترجع كمان لورا بالسلايدز، كاتبه بطريقتين، هنا كاتبه بطريقة ثانية السيرش، وهاي الطريقة مش بحاجة لتو فونكشنز، لأنه كاتبه مش بريكيرجن، كاتبه بطريقة عادية. متى بنقدر نكتب الكود بلوب عادي بالتري ما بنضطر للريكيرجن؟ دائما بزبط بالريكيرجن، دائما اتذكر انه بالتري دائما بزبط بالريكيرجن، انا بفضل الريكيرجن. بس اذا اضطريت بدك تكتب يعني او اجبرك بالسؤال قال لك لا اكتب لي اياه بلوب عادي، الاشي الوحيد اللي بتقدر تكتب بلوب عادي بالتري الاشي اللي بيمشي بباث واحد، زي السيرش والانسيرت، اتفقنا انهم بيمشوا بباث واحد. اذا هذول الاثنين بنقدر نكتبهم بلوبس عاديه. اذا بمشي بباث واحد، اما ايش معنى باث واحد؟ يعني وانا ماشي يا بمشي يمين يا بمشي يسار. اما مش زي البرنت، رح نجيها البرنت، البرنت بحاجه دائما تتشعب، البرنت ما بقدر اكتبها بلوب، لازم ريكيرجن. اوكي طيب، فهون كاتب لك اياها بلوب عادي، بس مشان يبين لك انه بيقدر كمان السيرش يكتبها بلوب عادي. فاذا بتلاحظوا هون، طبعا ما تنسى مرة ثانية تقول PST اسم الكلاس نقطتين. فإذا بتلاحظوا هون ما استقبلت إلا الفاليو اللي بتدور عليها، خلص ما بدها البرامتر الثاني تبع الريكيرجن، البرامتر الثاني حطه جوا، قال له نود ستار بي ابدأ من الروت، رح يبدأ من الروت يدور. هاي عمل له وايل لوب، قال له طالما البي ما وصلت نل معناته بدك تظل يدور. كيف بده يظل يدور؟ نفس الاف اللي موجود، نفس الاف والالسز اللي موجوده بالريكيرجن. فبدي يقول له اذا وانت بتدور لقيت الفاليو الكي يساوي الانفو رجع البي. اذروايز عندك حالتين، اما اذا كان لا يساوي، اما الكي اللي بدور عليه طلع اصغر من الانفو، فبالتالي بقول له حرك البي على اليسار. الان مش بستدعي نفسي على اليسار، بقول له حرك البي على اليسار، او otherwise بدك تحرك لي البي على اليمين. اذا خلص معك اللوب، الوايل لوب كامل هذا خلص، وانت مش ملاقي اللي بتدور عليه، معناته اذا وصلت هون لازم تعمل ريتيرن لنل، زي ما كنا بالاري نعمل ريتيرن لماينس 1. تمام، هذا الكود بيشتغل برضه للسيرت. طيب هيك بنكون كملنا السيرت والانسيرت 100%. ناخذ بس لمحة عن البرنت قبل لا تخلص المحاضرة، ناخذ لمحة بدقيقتين لأني بدي أحط assignment، رح يكون فيه برنت وسيرت وانسيرت. طبيعة الحال نحتاج البرنت، لأنه إذا عملت انسيرت كيف بدي أتأكد أنه ضاف؟ بدي برنت. ناخذ على الأقل نوع من أنواع البرنت. البرنت أو اللي هو بسميهن traversing للباينري تري، يعني كيف أمشي على الباينري تري. في ثلاث طرق مشان امشي على الباينري تري.
أثناء المشي ممكن أعمل برينت، ممكن بدي أحسب أفريج، ممكن بدي أعد، ممكن أنت أعمل أي إشي. بس إحنا بدنا نستخدم الآن لترافيرس للبرينت. في ثلاث طرق مشان أمشي على كل الإليمنت. في طريقة اسمها الإن أوردر، في طريقة اسمها البري أوردر، في طريقة اسمها البوست أوردر. بدنا نشوف الفرق بين الثلاث هذولا. إذا متذكرين لما كتبنا الآن بجزء مهم نرجع للكود اللي كتبناه بالريكيرجن للبرنت تبعت اللينكد ليست، حكينا void الليست إذا متذكرين، وقلنا برنت وخلينا يستقبل نود ستار بي، كتبناه قبل أكمل محاضرة، واتفقنا في الأخير بعد ما قلبنا الإف صارت عندي إف بي لا تساوي نل إذا متذكرين، وجوا الإف حطيت جملتين اللي هم بستدعي نفسي لبرنت على النكست، بستدعي نفسي على النكست، والطباعة، وقلنا كان عندي خيارين، إما الطباعة بحطها قبل وطبعت لي الداتا بنفس ترتيبها، أو الحالة الثانية أخذناها الطباعة حطيتها تحت، أنه ما عندي إلا حالتين، إما بدي أحط الطباعة قبل أو تحت، تمام؟ الآن بالتري لو هذا الكلام بدي أعمله للتري، هاي بي اس تي بدي أخليها بدل ليست، ونفس الإشي بدي يكون الكود، إذا البي لا يساوي نل، هذا البي بدل ما هو بلف بالليست الآن بلف بالتري الآن بس، والسي أوت نفسها لكن ما عندي نيكست، شو عندي؟ عندي ليفت ورايت، في عندي ليفت، دائما الاصطلاح الليفت قبل الرايت، في عندي ليفت، هي في عندي ليفت وفي عندي رايت، بدي اعمل استدعي نفسي على الليفت وعلى الرايت. الان بتظل عندي سي اوت، قبل شوي كان عندي ثلاث خيارات، خيارين عفوا، اما احطها قبل او احطها بعد، مظبوط؟ الآن شو الخيارات اللي عندي؟ كم خيار عندي الآن؟ الآن عندي ثلاث خيارات، إما بدي أحط السي آوت هاي قبل، أو بدي أحطها بعد، أو نضاف عندي خيار أحطها في الوسط بين الليفت والرايت، تمام؟ كل واحدة إلها اسم، كل واحدة بتطبع لي بطريقة شكل، زي ما بالليست واحدة طبعت لي فورورد واحدة ريفيرس، لا مش فورورد وريفيرس لأنه هاي تري ما إلها شكل فورورد وريفيرس، فراح نلاقيها بتطبع لي بثلاث احتمالات المرة الجاي منشوفهم، بس هذا ككود يكفيك إنك تقدر تعمل برينت. واحدة اسمها إن أوردر من الطرق اللي هي إذا كان السي أوت بالوسط، واحدة اسمها بري أوردر إذا كان السي أوت قبل، واحدة اسمها post order إذا كان السي أوت بعد. هذول الثلاث طرق. بكل الحالات لازم تعمل كود ثاني يستدعي لك هذا الكود، تقول له void print مثلا، وهذا ما يستقبل إشي بس وظيفته يستدعي ال in order مثلا print ويبعث له الروت، يبدأ من الروت، تمام؟ كلهم لازم تعملهم إشي زي هيك يستدعيهم، ممكن تسميها بنفس الاسم in order.